بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم 13، النهاردة الجمعة 13/12/2019. الحمد لله، بفضل الله نزلنا طبعا الخلطة اللي هي رباب النحل، ما شاء الله الخلطة العجيبة صراحة، الله يجزيه خير خلطة أبو حمدان رباب. صراحة النحل كان عندنا زحف كتير في النحل، ما شاء الله، شوف في زحف نهائيا، ومستوى النحل نضف تماما والله بامانه. انا يمكن قاعده النحل في الاول ما كانش مرفعه بره، ولكن ما شاء الله يوم ما حطينا النحل ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني احنا النهارده تاريخ، شوف النحل، نحله نظيفه ما شاء الله، نظيفه نظيفه. يعني النهارده 13/12 بامانه والله، ما منافق، هو عارفني انا في لا بتاع نفاق، لو في شيء ما اقول له في شيء. ما شاء الله، شوف النحله، نحلة كبيرة وكبرت ما شاء الله، حجمها كبر فعلا بأمانة. النحلة نظفت خالص، جسمها نظف نظافة ما شاء الله، لا فيها فروة ولا فيها أي شيء ما شاء الله، لا فروة ولا شيء. والحضنة بروحها سيارة الكلام، يعني ما شاء الله الحضنة، حضنة حلوة ما شاء الله. شوف الحضنة بتاعتها، شوف الحضنة النحل. احنا الحين 13/12، شوف النحلة نظيفة ما فيها تشوهات ولا شيء، هذا ما شاء الله. شوف كثافة النحل ما شاء الله، يعني وهذه البودرة هنا ما شاء الله حطيناها، وما نحط لها الا ما نحط لها الثاني، يعني ما نحط، احنا حطينا مرة داخلي والمرة الجاية نحط لها خارجي. النحل بدأ ما كانش بيرفع، بدأ يرفع، بنحط له على غطا زي كده. يعني جزاه الله خير خلطة صراحة، روعة الروعة. بس الحين الساعة 11، الحين الساعة 11 اهو، بنحط الخلطة كده اهو، هذا الباب النحل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. طبعا اليوم ده مكان من عند واحد عنده شوية نحل داخل البيت برضه، كان عنده زحف، فانا صريت ان انا اجي وشوفته بنفسه وهتابعكم برضه عليه. هنا حط الرفار فين اهو، عنده زحف اهو، وحطيناه له احنا ايه، حطينا الوراء البتاع هنا. ف ان شاء الله تعالى اتابعكم اول باول. طبعا حاطينه فوق ال فوق ال فوق الاطارات اهو، فوق فوق الاطارات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اليوم 15/12/2019. الحمد لله رب العالمين، بعد ما طبعا نزلنا تجربة اللي هو رباب النحل، اللي هو شوف اللي هو المحطوط ده للنحل ما شاء الله، ونفس المكان كنا صورنا اللي هو فيه الزحف. من بعد ما صراحة الخلطة دي الحمد لله رب العالمين عجيبة، بتاع أبو حمدان جزاه الله خير اللي هو محمد المنصوري ما شاء الله تعالى، كان في زحف كتير وصورته في الفيديو الأولاني وهي باين. الحين نفس المكان ونفس كل شيء، وطبقوا الفيديوين مع بعضهم. الزحف انتهى نهائيا، كان في نحل كتير زحف هنا في الأرض، أنا صورته نفس المكان ونفس كل شيء، عند واحد من البتاع وسط بيت، ومفيش نحل نهائي ما يزحف. بعد ما نزلنا الخلطة دي صراحة خلطة ممتازة ممتازة للزحف والفروة، ولا عندنا فروة نهائيا، والحمد لله.